ان الاخت والاستاذ رحاب يعني ما شاء الله عليك، انا كنت اتابعك فعلا انك انت كان عندك تصوير في كهف الدابه وصورتي في بركه القهوه وكثير كثير الاشياء، وتواصلنا نحن ايضا قبل عشان في عمل مسرحي بعد، وطرشت لي بعض الكهوف ما شاء الله عليك. طبعا هذا الشيء انا صراحه سعيد اني انا اليوم اقدم شغله مثل هذه، يعني صراحه يعني من السانس واني اقدم شيء عن تاريخ اجدادنا، نبي نعرف اولادنا على هاي المناطق الجميله، وان شاء الله كثير ناس ما يعرفون عنا. نحن تكلمنا مع والي المنطقه وقال ان زمان كانت في دابه تفترس الاوادم اللي يمر من هذا الطريق، لان هني شيص وهني نحوه، اللي يمر من هني تفترسهم دابه، وكان يعني اللي نقد هل المنطقة حرمة. هي أنا ما أبغى أكشف عن الأوبريت بالضبط شو، لكن اللي أعرف إنه نقد المنطقة حرمة، يعني هي اللي قتلت الدابة، بس نحن ما بنقول كيف الطريقة وكيف هذا، لكن نتمنى أنتوا تو وتشوفوا كأنه حقيقة وواقع. شكراً.